صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج اتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا لليوم، ولكم مني أطيب التحيات، محدثتكم آمنة العلي، وبكون معاكم خلال هذه الساعة. وفي بداية البرنامج أعزائي المستمعين، يسعدني أن أرحب بفريق العمل من هيئة الصحة بدبي في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، ومن إذاعة نور دبي أرحب بالزميل في التنسيق والمتابعة زميلنا أحمد سلامة، وكذلك في الإخراج بيكون معنا اليوم مخرجنا المبدع دايما نمر محمد. في حلقتنا لليوم من برنامج صحة وسعادة عندنا الكثير من الفقرات الشيقة والممتعة والمفيدة اللي عودناكم عليها. بنتناول في البداية آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك بنتناول مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وفقرتنا لليوم فقرة التغذية بنتكلم عن فوائد حليب الإبل. وفي الفقرة الأخيرة من برنامج صحة وسعادة بنتكلم اليوم عن الاضطرابات السلوكية عند الأطفال. بنتطرق في هذا الموضوع لأسباب هذه الاضطرابات السلوكية وعلاجها، وبيكون معنا الأستاذ والدكتور حكم بيحدثنا أكثر عن هذا الموضوع، وبيكون موضوع شيق ومفيد لكل الأهالي اللي حابين يعرفون أكثر عن الاضطرابات السلوكية عند الأطفال. أنصحكم أنكم تتابعون برنامج صحة وسعادة خلال هذه الساعة. خبرنا لليوم أعزائي المستمعين يقول: بحث علمي يحذر من تناول المخللات لاحتمال تسببها بمرض خطير. كشف تحليل بحث علمي أجرته مؤسسة السرطان العالمية الخيرية للسرطان أن نوعا من الخضار يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، وتقول هذه الجمعية بأن الدليل قوي، وهي تعتبر من أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة أن الخضروات المحفوظة الغير نشوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة. وهذا تقييم تحليل شامل أجرته مؤسسة السرطان العالمية الخيرية للسرطان. ويمكن تعريف حفظ الطعام على أن عملية معالجة الطعام والتعامل معه بطريقة توقف أو تبطئ بشكل كبير التلف وتجنب الأمراض اللي تنقلها الأغذية، مع الحفاظ على القيمة الغذائية والملمس والنكهة. ولزيادة عمر الطعام إلى الحد الأقصى غالبا ما تملح وتخلل، وهي عملية يعتقد أنها تؤدي إلى تطور سرطان المعدة. وأظهرت النماذج الحيوانية أن مستويات الملح المرتفعة تغير من لزوجة المخاط اللي يحمي المعدة ويعزز من تكوين المركبات. وبهذا تحذر جمعية السرطان الخيرية من أن بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي تناول الملح بكميات كبيرة إلى تحفيز استعمار الحلزونية البوابية، وهي أقوى عامل خطر معروف للإصابة بسرطان المعدة. وأخيرا في النماذج الحيوانية ثبت أيضا أن المستويات العالية من الملح مسؤولة عن الضرر الخلوي الأساسي اللي يؤدي إلى تعزيز وتطوير سرطان المعدة. وطبعا نقول أعزائي المستمعين الله يشفي جميع مرضى السرطان، والله يبعد عنا وعن الجميع، ولكن جميل أن الشخص يثقف، وجميل أنه يقرأ هذه الدراسات العلمية المتطورة اللي تثبت دائما أسباب لهذه الأمراض.
وبعد خبرنا لليوم أعزائي المستمعين بننتقل للفقرة اللي نتكلم فيها دايما عن كل مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة صحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. ويسعدني أن تكون معنا اليوم زميلتي أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء. أسماء خبرينا اليوم شو عندك مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي نحن عندنا حبينا نحن نقول لي المتعاملين نوجه ناس المتعاملين من ضمن الأشياء اللي تم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي نوجه ناس المتعاملين بأنه سيتم إغلاق مركز وان سنترال لتطعيم كوفيد 19 ابتداء من تاريخ 28 يناير، يعني اليوم هو آخر يوم عمل للمركز ومن باكر بيكون المركز مغلق. طبعا هناك مراكز أخرى في بهيئة الصحة وهناك مراكز جديدة أيضا هيئة الصحة قامت يعني بفتحها في الفترة الأخيرة، ومن خلالها ممكن الأشخاص يقدرون يعني يحجزون مواعيدهم أو يروحون للمراكز. من المراكز الكبيرة أيضا عندنا مركز عود ميتة وهو اللي موجود في منطقة بر دبي، وعندنا مركز البيت متوحد هو موجود في منطقة ديرة، فهي مركزين الكبار. وأيضا هناك مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز التطعيم الثانية وكلها موجودة في تطبيق هيئة الصحة بدبي للي حاب يحجز موعد. كيف واحد ممكن يحجز موعد؟ بالنسبة لي الجرعة الأولى ممكن يحجز موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة أو من خلال خدمة الواتساب اللي هي 8342، كل اللي عليهم من يحفظون الرقم في قائمة الاتصال ومن ضمنها يكتبون كلمة هاي في الدردشة تطلع لهم ما بس خدمة التطعيم أيضا الخدمات الثانية الموجودة في الواتساب. أيضا بالنسبة للجرعة الداعمة ممكن يحدث الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي واللي هو DHA App. من ضمن أيضا الأشياء اللي كنا حاطين قنوات التواصل الاجتماعي هي مجموعة من الخدمات اللي نحن عارضينها حاليا في مركز أو في معرض الصحة العربي. سوري ممكن نحن في نص المعرض، ما زلنا في المعرض، فما زلنا موجودين في المعرض واليوم هو آخر يوم لمعرض الصحة العربي. هو يعتبر ثاني أكبر معرض صحي على مستوى العالم والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. البحث تكلمنا عن التبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء في دبي والكتيب التوعوي اللي كان اللي شارك في جامعة محمد بن راشد للطب بضمن مشاركة هيئة الصحة في المعرض، وأيضا عن مبادرة دبي مدينة القلب السليم وهي أيضا ضمن مشاركة هيئة الصحة في المعرض. هالخدمة ممكن من خلالها الأشخاص أيضا بيكون مبادرة تركز على ثلاث أشياء، إنه مثلا قائمة تطبيق الذكي، أيضا تدريب أكثر من 100,000 شخص وتوزيع أكثر من 10,000 جهاز موزعين على مستوى المدينة. نعم أسمع تكلمين هني عن مبادرة القلب السليم. هي مبادرة دبي للقلب السليم. نعم. وتقريبا نحن ما زلنا ننشر الخدمات اللي موجودة في المعرض، ونتمنى الكل إن إما يزورونا في المعرض أو إن يتابعونا في قنوات التواصل الاجتماعي بالتحديد على تويتر وفيسبوك وإنستغرام اللي هو DHA_Dubai. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي. أعزائي المستمعين بعد ما حدثتنا أسماء عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وذكرت أيضا أسماء عن بعض المبادرات الموجودة في معرض ومؤتمر الصحة العربي، وهذا المؤتمر الكبير اللي يضم كل الخدمات الصحية وتشوفون كمية من الأجهزة، كمية من التطور، يعني معرض كبير. أنصح اللي ما زاروا معرض الصحة العربي إنهم يتوجهون لمركز دبي التجاري العالمي، وهم فاتحين من الساعة 10 للساعة 5. معرض كبير جدا، وانصحكم أيضا إنكم تتوجهون لمنصة هيئة الصحة بدبي، وبتكون منصة أصلا في وجهكم من تدخلون بتشوفون عليها مبادرات جميلة لهيئة الصحة بدبي. يعني استضفنا بعض الأطباء حدثونا عن إحدى المبادرات مثل مبادرة طبيب لكل مواطن، وحدثتنا أسماء اليوم أيضا عن مبادرة دبي مدينة القلب السليم، وكذلك بنستضيف أطباء للحديث أكثر عن هذه يعني مثل ما نقول الأشياء المتطورة والتقنيات الموجودة في مؤتمر ومعرض الصحة العربي.
وبهذا أعزائي المستمعين بعد فقرة السوشيال ميديا ومعرض الصحة العربي بننتقل معاكم فاصل قصير وبنرجع نكلمكم عن فوائد حليب الإبل. فتريونا صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج اتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. في فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن فوائد جديدة لحليب الإبل. مثل ما نعرف بين فترة وأخرى يكتشف الباحثون فوائد جديدة لحليب الإبل، حتى أن هذا الحليب أصبح الآن منتشرا في مختلف البلاد وأصبح له منتجات غذائية متنوعة مصنوعة منه. وللتعرف أكثر إلى حليب الإبل وفوائد الغذائية والصحية يسعدنا أن تكون معنا اليوم في هذه الفقرة أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة حابة دبي الأستاذة إيمان محمد. صباح الخير أستاذة إيمان. يا هلا فيك. صراحة الموضوع اللي اخترتي اليوم يعني موضوع جميل وشيق، وحبينا نعرف منك أكثر حول هذا الموضوع. في البداية إذا بنتكلم أستاذة إيمان نبذة عن حليب الإبل وفوائده من الناحيتين الغذائية والصحية. أكيد طبعا، حليب الإبل من أكثر أنواع الحليب استهلاكا في المنطقة العربية وبالأخص في دولة الإمارات أو دول الخليج، حيث أنه هو الناس الموجودين هنا بيعرفوا فوائده وخصائصه الصحية. هذا اللي بيخليه مشروب مميز لدى الكثيرين وبيستخدم كثير بغرض التداوي والتطبب. طبعا التداوي في حليب الإبل وصية نبوية أثبت العلم الحديث والدراسات الحديثة لأنها حسانها اليوم فعاليتها وقف عاجز أمام القدرة الشفائية في معالجة كثير من الأمراض. فاليوم هتكلم عن هذه الفوائد الصحية، بس هبدأ بمكونات حليب الإبل من الناحية التغذوية. فمتوسط نسبة البروتين اللي فيها 3.1% والدهون 3.5%، وهذه نسب عالية. طبعا الدهون أنا أقصد بالدهون المفيدة. فبيحتوي حليب الإبل على الكثير من الفيتامينات والمعادن، منها فيتامين A وD وE وB، وعالية جدا بفيتامين C والكالسيوم، أعلى من غيرها من حليب الأبقار. نعم. وحليب اللوز والصويا والحليب الموجود يعني بالأسواق. يعني يمكن تستغربين أستاذ إيمان، تصدقيني ولا مرة جربته، يعني حاولوا يعني يابولنا إياه في البيت ومجربة وشي، أنا أقول ما تخيل أني يعني أشرب هالحليب، خاصة أني أنا أصلا ما أحب الحليب بالأبقار بشكل عام، يعني إذا بشربه لازم يكون مخلوط مع شيء، بس يعني إذا أضطر أشرب أكيد لازم أشرب، بس يعني حليب النوق أحس يعني شيء غريب. هل طعمه يعني نفس طعم الحليب العادي؟ كيف بيكون؟ ما أعرف، إذا بتشرحي لنا أكثر. طعمه بيختلف قليلاً، يعني قليل الطعم بيختلف، بس الآن في موجود في الأسواق عندنا هنا في الدولة، يعني موجود. هي موجود في كل مكان صحيح. وبنكهات مختلفة، وفي حتى الآن باودر صار بينباع بالأسواق. ما شاء الله. طلعي أونلاين في حليب النوق أو الإبل باودر. نعم. إذا بنقول شو الفرق بين أستاذ إيمان؟ نعم عفوا، إذا بنقول الفرق بينه وبين الأنواع الأخرى من الحليب من حيث مثلا القيمة الغذائية، شو الفرق بين حليب الإبل أو حليب النوق وحليب الأبقار مثلا؟ أوكي، أولا بيحتوي حليب الإبل على نسبة أقل من اللاكتوز مقارنة بحليب الأبقار، هذا اللي بيخليه أكثر تحمل للعديد من الأشخاص اللي بيعانوا من عدم تحمل اللاكتوز، اللي هم كل ما شربوا حليب مثلاً صار معهم مضغ أو إسهال أو إحدى هذه الأعراض. فهذه الأعراض معناته إنهم ما بتحمل اللاكتوز وممكن يلجأوا إنهم يأخذوا حليب الإبل. كمان بيحتوي حليب الإبل على تركيبة بروتين مختلفة عن حليب الأبقار، وتحمل بيكون أفضل من قبل الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية حليب الأبقار اللي هي كاومل كليرجي. يعني حكينا إحنا على لاكتوز انتوليرنس، حكينا على الكاومل بروتين أليرجي. ف يعني أشارت إحدى الدراسات أجريت على 35 طفل
أعمارهم بين 4 إلى 10 سنوات، 4 أشهر و10 سنوات، بيعانوا من حساسية حليب البقر. ف20% من اللي كانوا بحسسوا من البقر حسسوا من حليب الإبل، الباقي 80% ما حسسوا من حليب الإبل من خلال اختبار وصف الجلد، يعني سووا لهم اختبار والحمد لله ما حسسوا من حليب الإبل، فكان بديل لهم. كمان الحليب بيحتوي على بروتينات شبيهة بالإنسولين التي بتكون مسؤولة هي عن النشاط المضاد لمرض السكر. فالإنسولين هو الهرمون اللي بيساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم زي ما كلنا بنعرف. كما أنه بيحتوي على نسبة عالية من الزنك، هذا الزنك بيساعد في تحسين حساسية الإنسولين، فبيساعدنا في المانجمنت أو التحكم بالسكر من النوع الثاني. في دراسة استمرت 2 شهر على 20 مصاب بالسكر من النوع الثاني، تحسنت عندهم حساسية الإنسولين اللي للناس اللي شربوا 2 كوب من حليب الإبل في اليوم، وعلى عكس اللي شربوا حليب الأبقار ما تأثرت عندهم مستويات السكر أو حساسية الإنسولين. نعم كذلك. نعم تفضلي دكتورة تفضلي. أوكي، كمان في حليب الإبل مواد اللي هي الإميونوغلوبيولينز، الجلوبيولينات المناعية واللاكتوفيرين. هاي البروتينات تمنح حليب الإبل خصائص معززة للمناعة، مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مضادة للالتهابات، وأنتي أكسيدنت، مضادة للأكسدة. نعم. فهاي كمان كمان في دراسات أشارت أن حليب الإبل سبب هاي الإميونوغلوبيولينز بتعمل على محاربة الخلايا السرطانية، لأنه بيحتوي على مستويات عالية من اللاكتوفيرين والإميونوغلوبيولينز، فهي بتعمل بمثابة مضاد للورم. وفي دراسات على هاي الأورام اللي هي مثل سرطان الكبد، سرطان القولون، سرطان الرئة وسرطان الدم، أثبتت فعاليتها في إنها تمنع الخلايا الخبيثة أنها تتكاثر. نعم. أيضا أستاذة إيمان، نشوف نحن من خلال يعني البحث البسيط حول فوائد الإبل ممكن نعرف أنه يقولون أن حليب الإبل سهل الهضم أكثر من حليب الأبقار للي يعانون من عسر في الهضم. فشو رأيك في هذا الموضوع، عسر الهضم عند بعض الناس اللي يعانون منه، فهل حليب النوق ممكن يكون أسهل لهم؟ صحيح، كما ذكرت أنا قبل أنه حليب النوق أقل باللاكتوز، وهذا اللاكتوز عند بعض الأشخاص يسبب عسر بالهضم، وكمان البروتينات اللي فيه سهلة الهضم، البروتينات اللي فيه حليب الإبل اللي هي نسبة الواي للكالسيوم. أوكي؟ فهذا بيجعله أنه سهل الهضم ومريح لبعض الأشخاص اللي ما بيقدروا يتناولوا حليب الأبقار اللي هو الكثير شائع عن الناس حليب الأبقار، فممكن يتجهوا لحليب الإبل. نعم. والجميل يعني في حليب الإبل مثل ما ذكرتي دكتورة يعني له فوائد كبيرة. فأنا الصراحة بعد هالحديث وبعد البحث اللي سويته أيضا بالإضافة لهذا، أحس أن لازم أسير اليوم أجرب أشرب الحليب، لأنه يقول لك حتى يعني ريحته أقل من حليب الأبقار وفوائده كبيرة، ويحتوي على الكالسيوم المفيد جدا للمرضى اللي يعانون من هشاشة العظام. إذا بنتكلم، هل ممكن نحن نستخدم حليب النوق بدل من الحليب البقري في إعداد مثلا الطعام، أو نسوي أكلات معينة أو كوفي؟ هل ممكن استبدال هذا الحليب بحليب النوق؟ أكيد طبعا، أكيد ما في فرق بين استخدامه واستخدام الحليب حليب الأبقار، فممكن إحنا زي ما قلت لك نخليه بديل لنا. بسبب أولا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى أنه نشرب من حليبه، وكمان بسبب الدراسات الحديثة. يعني أنا كمان في دراسة كانت جديدة بالنسبة لي أنا لأنه تخصص أطفال، ففي دراسة كانت مريت عليها أنه تم دراسة الإبل على تأثيره الظروف السلوكية لدى الأطفال المصابين بالتوحد. يعني الأطفال المصابين بالتوحد بيّنت أنه تحسنت سلوكياتهم، صار يحكوا، صار في عندهم الآي كونتاكت، يعني
يطلعوا على الناس ويتفاعلوا معهم أحسن لما شربوا حليب النوق بدل من حليب الأبقار. الدراسة هاي أجريت على 65 طفل مصاب بالتوحد أعمارهم بين 2 إلى 12 عام. أشارت أنه أسبوعين من شرب حليب الإبل أدى إلى يعني أسبوعين بس فقط. ما شاء الله. هذا بورجينا قديش حليب الإبل. جميل أن حتى أنا أتوقع الأشخاص اللي عندهم أطفال مصابين بالتوحد دائما على بحث ويعني متوسع عن حلول عن أماكن تساعدهم في مثلا أن ينشؤون هذا الطفل مثلا نشأة صحيحة ما يحس أنه طفل مصاب بالتوحد. أنا لاحظت من أكثر من عائلة ما شاء الله اللي عندهم أطفال مصابين بالتوحد مو مستسلمين لهذا الشيء ويقولون خلاص خلي يسوي الطفل اللي هو حاب أنه يسوي. لا أشوف أنه فيه اهتمام أكبر من الأهالي أكثر من حتى اهتمامهم بأطفالهم مثل ما نقول السليمين تماما. لأن الطفل اللي يعاني من التوحد ليس طفل يعني يعاني لا سمح الله من إعاقة أو يعاني من مرض, هو مجرد أن قدرته الذهنية تكون مختلفة عن الآخرين, ولكن مع الدعم من الأهل ومع الاستمرار ومع التطور اللي نشهده ما شاء الله في الدراسات المختلفة نقدر نقول أن يعني جميل هذا الاهتمام. واليوم هذه المعلومة تعتبر معلومة جميلة أيضا أستاذة إيمان حول حليب الإبل وفائدته للمصابين بالتوحد. طبعا الحديث حول الفوائد هذه طول وما ودنا الصراحة أن ننهي الفقرة, ولكن لضيق الوقت الأستاذة إيمان محمد أخصائية تغذية سريرية شكرا لك على هاي المعلومات الجميلة اللي قدمتيها لنا. والصراحة بعد هذا الكلام اليوم لازم أسير أول ما أطلع من هني أشرب نجرب هل فعلا طعمه مختلف عن الحليب البقري ولا لا. صحيح لازم تجربي. نعم شكرا لك أستاذة إيمان. تفضلي. شكرا لك. لا بس بقول انه خصائص الفوائد الصحيه لا حصر لها, يعني انا ما بقدر الخصها في 10 دقائق. لا نعم. حليب الابل هو الذهب الابيض للصحراء اكيد, والدراسات لسه يعني قيد الدراسات لسه ما خلصت. نعم ابحاث كثير عاده تطلع بالتأكيد. يعني إذا بنختم هذه الفقرة بأن حليب النوق هو الذهب الأبيض مثل ما ذكرت الأستاذة إيمان, شكرا لك على هاي المشاركة المتميزة وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقات جاية إن شاء الله. أعزائي المستمعين بنطلع معاكم الحين فاصل قصير وراجعين نكمل معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة. تريونا صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا أعزائي المستمعين دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا, وأذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. نحن أعزائي المستمعين في برنامج صحة وسعادة نحاول دائما نستضيف يعني مواضيع تهم المجتمع نلمسها في حياتنا اليومية وفي يعني مثل ما نقول تجاربنا اللي نعيشها في هذه الحياة. وفي برنامج صحة وسعادة ضمينا فقرة الصحة النفسية اللي بتكون معنا كل أسبوع إن شاء الله, ومن هذه المواضيع اللي نحن حابين نتحدث عنها أكثر اللي هي مشكلات الاضطرابات السلوكية عند الأطفال, وهي من المشكلات اللي تتطلب علاج خاص ومتابعة دقيقة لدى الاختصاصيين. وللتعرف أكثر إلى هذا النوع من المشكلات وأسبابها وكيف ممكن نحن نتعامل مع الاضطرابات السلوكية عند الأطفال, يسرنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ حكم أبو الخير أخصائي نفسي للاضطرابات السلوكية في مستشفى الجليدة التخصصي للأطفال. صباح الخير أستاذ حكم. صباح الخير. السلام عليكم, كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيكم. شكرا فيك. على الاستضافة وإن شاء الله الجميع يكون بصحة وخير وسلام إن شاء الله. شكرا لك. طبعا في البداية أستاذ حكم نحن نعرف مدى انشغال أخصائي يعني الصحة النفسية بشكل عام, يعني نحن يمكن خلف يعني هذا الإعداد والتنسيق يعني نحن
نتعب نحصل أخصائي نفسي يطلع معانا في الإذاعة. ما شاء الله لكثرة يعني مواعيدكم، لكثرة انشغالكم، ولكن أيضا هناك تعاون جميل بيننا وبين مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومعانا دائما تكون الدكتورة أزهار تطلع تتكلم عن مواضيع مهمة ونشوف عليها أيضا تفاعل من المتابعين. فاليوم أستاذ حكم اخترت موضوع مهم اللي هو موضوع الاضطرابات التطورية السلوكية، فكيف نقدر نقول للمستمعين ليش ممكن يقوم بعض الأطفال من ذوي الاضطرابات التطورية السلوكية بسلوكيات العنف والإيذاء في بعض الأحيان؟ إذا بنوضح للمستمعين ليش ممكن طفل طبيعي سليم يؤدي به المطاف إنه يعني يعاني من هذه السلوكيات؟ نعم، طبعا الاضطرابات السلوكية أو السلوكيات المشكل ومنها سلوكيات الإيذاء، سواء إيذاء الذات أو الآخرين، وهذا الإيذاء ممكن يكون إيذاء جسدي أو حتى لفظي، هي سلوكات عامة يعني تحدث من جميع الأشخاص كبار وصغار، من جميع الفئات، ممكن يكونوا أطفال أو أشخاص عندهم اضطرابات أو تأخر تطوري، أو أطفال أو أشخاص ما عندهم أي مشاكل تطورية، لكن احنا نعرف أنه العالم والمجتمعات والبيئات بمختلف أشكالها فيها سلوكات عنيفة وسلوكات مؤذية تظهر من جميع الأشخاص. لكن أنا كان تركيز اليوم على هذه الفئة، فئة من ذوي الاضطرابات التطورية، وإحنا ندمجها في هذا الإطار الاضطرابات التطورية السلوكية. هم أشخاص وأطفال ويافعين ولدوا بتأخر تطوري معين أو ببعض الاضطرابات التطورية، مثلا اضطراب طيف التوحد، مثل فرط الحركة، شتت الانتباه، صعوبات التعلم، التأخر الذهني، نعم، أو حتى اضطرابات السلوك بشكل عام. نعم أستاذ حكم، يعني نحن إذا بنوضح للمستمعين نحن نقول أن هذه الأطفال يولدون بهذه الاضطرابات التطورية السلوكية، صحيح؟ بعضهم نعم، بعضهم تتطور عندهم أو تظهر هذه الاضطرابات السلوكية بعد فترة الطفولة المبكرة، ويتم يعني التعامل معها من قبل الأهل والمدارس بأشكال مختلفة. ولذلك احنا حابين نركز الضوء أو نسلط الضوء على أفضل الأسس العلمية والسلوكية للتعامل مع هذه السلوكات، مع هذه الفئة المحددة. نعم، إذا أستاذ حكم في البداية قبل ما نتكلم عن كيف ممكن نحن نتعامل مع الأطفال لديهم اضطرابات تطورية سلوكية، كيف ممكن نتعامل إذا في البداية بنقول شو هي الأسباب اللي تدفع الطفل للقيام بهذه السلوكيات، وكيف يمكن تقييمها إذا هي اضطرابات سلوكية أو لا، أو يمكن يكون الطفل طبيعي ولكن يقوم بهذه يعني هذه التصرفات أو السلوكيات؟ نعم، يمكن هذا هو أختنا أهم سؤال في هذا الموضوع، لأنه يعني وجود تأخر تطوري أو إعاقة أو اضطراب عند الطفل لا يعني بحد ذاته أنه هم هذا هو السبب خلف السلوكات المشكلة أو سلوكات الإيذاء أو السلوكات العنيفة. أي طفل عنده اضطراب أو ما عنده اضطراب هو يحاول التعبير دائما عن مشاعره، أحاسيسه، غضبه، عدم قبوله للأشياء بتصير في بيئته بطرق مختلفة. إذا كان هذا الطفل عنده القدرات والمهارات على التعبير أكيد حيستخدمها، لكن إذا كان هناك خلل وتأخر في القدرة على التعبير مثلا، فهنا يضطر الطفل لاستخدام السلوكات التي تم تعزيزها في الماضي. كمثال، إذا طالب أو طفل يقوم بالصراخ أو الضرب أو رمي الأشياء ويتم توجيه الانتباه له وتلبية طلباته بشكل متكرر، غالبا سوف يلجأ لنفس السلوك الذي تم تعزيزه في الماضي للحصول على أشياء أو تجنب أشياء أخرى. لكن لو كان عنده المهارة على التواصل اللفظي والتعبير بشكل مقبول ما حيلجأ للسلوكات المشكل، وحيستخدم المهارات اللي هي تم تدريبه عليها وتنميتها لديه. ففي نفس الوقت اللي هو زي ما حكينا أنه هذه السلوكات، سلوكات العنف والإيذاء، ليست حكر على الأطفال واليافعين من ذوي الاضطرابات التطورية السلوكية، هي سلوكات عامة يقوم فيها أشخاص مختلفين بخلفية تطورية مختلفة، لكن الفرق الوحيد هنا هو القدرة على التعبير، على التكيف، على تقبل المتغيرات اليومية، وعلى تقبل كلمة لا حتى من الآخرين
عند هذول الأطفال، لأنه ما تم التدريب عليها بشكل وتعزيزها بشكل مكثف مثل عند غيرهم. نعم، إذا ذكرنا دكتور هذه الأسباب، فكيف ممكن إحنا نقول أن سلوكيات العنف والإيذاء يعني تعتبر يمكن عند بعض الأشخاص نوع من أنواع التواصل؟ نعم، هو يعني خلينا مثلا إحنا نأخذ طفل غير قادر على استخدام اللغة اللفظية أو التواصل اللفظي، أو هناك خلل أو تأخر في القدرات اللفظية عنده، ولكن في الماضي استخدم الصراخ أو الضرب أو رمي الأشياء أو نوع من السلوك الغاضب كتعبير عن طلباته أو رفضه لأشياء، وتم الاستجابة له حتى لو كان الاستجابة بتلبية طلباته أو بعقابه. في أغلب الأحيان سوف يتم تكرار هذا السلوك، لأنه هو التعبير الوحيد أو الطريقة الوحيدة عند الطفل للتعبير عن هذه المشاعر والاحتياجات. وفي غياب تدريب الطفل على سلوك بديل مشترك بالوظيفة، يعني بالوظيفة السلوكية عنده، يقوم بتكرار نفس السلوكات المشكلة اللي هو تعلمها في الماضي وتم تعزيزها. هنا بيكون في أهمية كبيرة لبناء مهارات تكيفية وظيفية تقدم نفس الحلول للطفل، تعطيه الانتباه، تعطيه الاستجابة لطلباته، تعطيه القدرة على تجنب الأشياء اللي ما يحبها في البيئة، لكن بطريقة وبأسلوب تواصلي يتم تدريبه عليه، وهو أسلوب في الغالب يكون أسلوب مقبول في قدرات لفظية ولغوية، قدرات على التكيف وعلى التفاعل والتحاور مع الأشخاص في البيئة المحيطة. فالتواصل اللفظي أو التواصل الوظيفي اللفظي والتواصل اللغوي والتعبيري كمهارة من أهم المهارات التي يجب التركيز عليها عند التعامل مع أطفال أو يافعين عندهم مشاكل في التواصل والتعبير وعندهم تحديات سلوكية تتعلق بالإيذاء والعنف. نعم أستاذ حكم، إذا بنتكلم، إذا ذكرنا تو موضوع المهارات، فشو ممكن تكون المهارات الأساسية اللي ممكن نحن نعلمها للطفل اللي يعاني من اضطرابات التطورية السلوكية، وهذا طبعا عشان نحد من سلوكيات العنف والإيذاء؟ نعم، سؤال جميل جدا. يعني أكيد مهارات التواصل الوظيفي مثل ما تكلمنا تأتي بالدرجة الأولى، وكذلك الاستقلالية والثقة بالنفس، يعني تنمية قدرات الاستقلالية عند الطفل، تنمية ثقته بنفسه عن طريق إعداده وتزويده بالمهارات اللازمة حسب الفئة العمرية التي ينتمي إليها. يعني إذا كان طفل صغير، تطوير مهارات اللعب عنده مع الأطفال الآخرين، تطوير مهارات التعبير، تطوير مهارات العناية بالذات والاستقلالية أكيد بتدعم تطوره واستقلاليته. إذا كان مراهق أو في سن ما قبل المراهقة، تعزيز ثقته بنفسه حوالين الأطفال اللي من سنه، بحيث أنه يعني ما يكون عنده خجل اجتماعي ولا تأهب من الأطفال الآخرين أو موضوع التنمر أو غيره، هذه بتساعده كثير. مهارات المرونة وتقبل التغيرات اليومية، يعني الطفل صح أنه مرات كثير بيكون عند الأطفال ذوي الطلبات التطورية عندهم روتين معين بيمشوا عليه يومياً، لكن تدريب المرونة وتقبل التغيرات اليومية والمفاجآت، مرة الجدول بتغير، الأحداث بتغير، الأشخاص بتغيروا، البيئة الآمنة بعد ما يدخلوا المدرسة كمان تتغير، فقدرتهم على تقبل التغير هذه مهارة جيدة جدا للتعلم. تعليمهم السلوكات البديلة للتعبير عن الغضب والحزن والامتعاض والخجل مثلا، أو حتى إذا كان في توتر عندهم كيف نعلمهم سلوكات أخرى للتعامل مع هذه المشاعر. هذه مشاعر كل الأطفال بيتعرضوا إلها، غضب، حزن، عدم القدرة على التكيف، لكن إذا زودناهم بمهارات أخرى غير العنف أو غير التعبير الغير مقبول عن هذه المشاعر، مثل التحدث، مثل الكتابة، مثل الرسم، مثل الطلب المعقول المقبول للاستراحة أو البريك أو التغيير،
هذه مهارات مهمة جدا. نعم أيضا أستاذ عندنا الحين استفسار من أحد المستمعين تقول كيف ممكن أتعامل مع مريض التشنجات اللي له سلوكيات مضطربة مثل الكلام الكثير وصعوبة التعبير وقلة النوم، واللي يسببها هو تأثير أدوية الأعصاب حيث لا يمكننا إيقاف هذه الأدوية عن هذا الشخص، فكيف ممكن يتعاملون أستاذ حكم إذا ضمن نطاق تخصصك، يعني كيف ممكن يتعاملون مع مريض التشنجات اللي له سلوكيات مضطربة؟ الآن يعني الطفل اللي عنده سيجز أو اضطرابات التشنج أو هذا النوع من التشخيص المزدوج اللي يكون عند الطفل، هذه التشنجات نفسها هي لا تسبب المشاكل السلوكية، لكن ما يصاحبها من تشخيصات أخرى مثل اضطرابات السلوك أو عدم يعني تقبل التعليمات من الآخرين اللي هو التحدي والتجنب، ممكن تكون هي السبب في المشاكل السلوكية. يعني حسب الرسالة تقول أنه بسبب الأدوية، أدوية نعم. الأعصاب. نعم هذا الآن طبعا موضوع الأدوية هو مش موضوعي أنا، لكن نعم. الطبيب اللي وصف الأدوية وصفها كطبيب أعصاب للتحكم بموضوع التشنجات. بعض الأدوية هذه الأهل يعني يعتقدون أنه هي تسبب السلوكات، في الغالب لا، يعني في الغالب الأدوية نفسها لا تسبب السلوكات. السلوكات المشاكل السلوكية مرة أخرى يعني يجب التفكير فيها من ناحية سلوكية وظيفية. طفل عنده قدرة على التعبير والتعامل مع التغيرات والغضب بشكل مقبول، عنده هذه القدرة. إذا ما عنده يجب أن نعلمه هذه المهارات، سواء كان عنده تشنجات أو لا، سواء كان يأخذ أدوية أو لا. فأنت تقول يعني أستاذ أن عشان نرجع لمحور حديثنا، تقول أن ممكن تعليم السلوكيات ومهارات السلوكيات للأطفال، صحيح؟ يعني أو حتى الأشخاص اللي عندهم سلوكيات مضطربة، نحن ممكن أن نحن نعلمهم مهارات وسلوكيات أخرى. أكيد أي طفل قابل للتعلم مهما كانت عنده صعوبات وتحديات، مهما كان عنده تأخر في القدرات اللغوية أو حتى الذهنية أو السلوكية، هو قادر على التعلم. لكن يجب توفير الدراسات التحليلية الوظيفية الصحيحة وتزويده بالسلوكات البديلة التي تخدم نفس الأهداف التي تخدمها السلوكات المشكلة. يعني الطفل يستخدم الصراخ مرة ثانية أو العنف للقبول للرفض وعدم القبول، من علمه طريقة أخرى للرفض وعدم القبول لكن هي أكثر قبولية عند الآخرين. نعلمه كيف أن يقول لا، أو مثلا أن يقول أنا عاوز استراحة أو لا أستطيع التحدث الآن أو عاوز أغير هذا الشيء أو ما أقبل هذا الشيء منك بشكل لفظي مقبول، بدلا من استخدام السلوكات العنيفة أو الصراخ. نعم إذا أيضا أستاذ إحنا نبغى نتكلم عن في يعني نقول ما باقي لنا إلا يمكن 15 دقائق، خمس دقائق تقريبا، إذا بنتقول أستاذ مدى تأثير إجراءات التدخل في سلوكيات العنف والإيذاء المستخدمة في البيئة المنزلية والإشكاليات المحيطة بها. نعم الآن يعني الأهل دائما بيحاولوا كل قدراتهم انهم يعني يستخدموا الاساليب السلوكيه الصحيحه، لكن كثير من المرات بيكون في ما بدي اسميه اخطاء، لكن لا يتم الحصول على النتائج المرجوه من هذه الاجراءات. اغلبها يتعلق بالعقاب، يتعلق بالتايم اوت اللي بنسميه يعني العزل او الحرمان من الاشياء اللي الاطفال بيحبوها، وهي مرات تنجح بشكل مؤقت قصير وفي الغالب لا تنجح على المدى الطويل. والسبب في ذلك مره اخرى هو أن الطفل يعني لا يتم تعليمه وتدريبه على السلوكات البديلة التكيفية التي يجب أن تكون عنده، يعني هي دائما موجودة للحصول على الأشياء والتعامل مع بيئته والضغوطات البيئية الموجودة عنده. فالعقاب لوحده أو الحرمان من أشياء يحب الطفل لوحدها لن تنجح على المدى الطويل بدون تعليم مهارات سلوكية بديلة مبنية على نفس الوظيفة السلوكية. نعم أستاذ حكم أيضا إذا نحن نشوف إذا الأهالي يعانون من مثلا هذه السلوكيات أو ولدوا بهذه السلوكيات الأطفال، فهناك أيضا استشاريين أمثالك أستاذ وكذلك تخصصات مختلفة في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، فيمكنهم أيضا أخذ أستاذ مواعيد لتعليم هذه المهارات، صحيح؟ نعم 100%. نحن دائما يعني ندعو الأهل بالذات إذا كانت المشاكل متكررة من نفس النوع أن يعني يذهبوا إلى
سواء كانت الجليلة أو غيرها من المختصين المتخصصين بهذه المجالات هم عندهم. بالعكس التعلم دكتور دائما جميل، يعني مش غلط أن الإنسان يتعلم أنه يعني يقوم بمهارات معينة، يساعد طفله على القيام بمهارات معينة، أحسن من أنه مثلا نقول نحبس الياهل لأنه عنده سلوكيات عنف، ما بنطلع ويانا ولا مكان، ما بنخلي يصير زيارات أهلية لأنه يضرب الأطفال مثلا أو يعاملهم بطريقة معينة. فليش ما نحن يعني مثل ما نقول نبذل جهد شوي بسيط بالذهاب لاختصاصي مثلا في الاستشارات هذه، الاستشارات السلوكية، ونتعلم كيف ممكن نحن نخلي الطفل يقوم بمهارات سلوكية أفضل. يعني أستاذ الحديث في هذا الموضوع اضطرابات تطورية لا تكفيه طبعا حلقة واحدة، الكثير من الأسئلة اللي صراحة أنا وضعتها وكذلك الأسئلة اللي ضمن الموضوع الدكتور اللي أنت كنت حاب تتحدث فيه ووضعته لم نتمكن من الانتهاء منه، يعني مثل ما نقول عمق هذا الموضوع. في النهاية أستاذ، إذا بتقدم نصيحة أخيرة تقدمها للمستمعين اللي لديهم أطفال يعانون من اضطرابات سلوكية. نعم أكيد، أولا أنا أحب أحيي الأهالي وذات الأمهات، لأنه عندنا في عياداتنا كثير من الأمهات والأهالي والأباء اللي مش بس بيلجوا لنا للتعامل مع الطفل وسلوكاته، كمان بيلجوا لنا لبرامج تدريبية للأهل للأبوي والأم، يعني كيف ندرب الأب والأم على أن يمارسوا دورهم في تغيير السلوك تعديل السلوك. هذا شيء جدا جدا جميل في عندنا هنا في المستشفى. واحد من الأسئلة دائما يطرحوها الأهل أنه في حالة الطوارئ، الحالات الشديدة جدا، ماذا أفعل؟ نحن دائما نتكلم عن توفير بيئة آمنة مريحة للطفل، دائما وجود خطة استباقية وقدرة على توقع الظروف التي تساعد على ظهور السلوكات والأساليب الناجحة للتعامل معها، دعم مناسب، يعني اعرف قدراتك كأب أو كأم، حتى تدخل الجسد والعقاب هدف منه دائما يكون دعم الطفل وتقديم السلامة والأمان له، كمان استخدام إجراءات الطوارئ عند الحاجة مثل يعني قسم الطوارئ في المستشفى أو في أي مكان آخر، ومثل ما تفضلت حضرتك المتابعة العيادية الحثيثة المتكررة في عيادات الاختصاص مع الأهل ومع المدرسة، نشكل حلقة آمنة وحلقة فعالة لخدمة الأطفال هذول وتطوير مهاراتهم ويعني تنمية قدراتهم بشكل تكيفي إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا الأستاذ حكم أبو الخير أخصائي نفسي للاضطرابات السلوكية في مركز التميز للصحة النفسية في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، شاكرة لك مشاركتك الفعالة معنا اليوم، على أن نلتقي فيك إن شاء الله أستاذ في حلقات قادمة نتكلم عن هذا الموضوع أكثر وأكثر لأهميته. طبعا شكرا، شكرا لكم، شكرا العافية وظلوا في صحة العافية. شكرا. أعزائي المستمعين، جميل أن يثرين الأطباء والأساتذة اللي يشاركون معنا في برنامج صحة وسعادة حول أهمية أن نحن نتعلم سلوكيات التعامل مع الأطفال، وأضم صوتي لصوت الأستاذ حكم أبو الخير. شكرا لكل الأمهات اللي يبذلون جهد لتعليم أطفالهم سلوكيات ومهارات جديدة تغنيهم عن سلوكيات العنف والسلوكيات الأخرى المضرة بالمجتمع. وأعزائي المستمعين، في نهاية حلقتنا أشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما في برنامج صحة وسعادة نقدم لكم كل ما هو مفيد وممتع، والشكر الجزيل أيضا لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، والشكر موصول لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة، كان معنا اليوم أحمد سلامة، وفي الإخراج كان معنا مخرجنا المبدع دائما نمر محمد، وكنت معاكم اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة